سقوط لاعب قطر عندك يا ابو فهد طبعاً. اول لعبه الدقيقه 20 35 نشوف سقوط لاعب قطر. احنا طبعا لبدي شفناها اكثر من مره بنتكلم عنها للمشاهدين ونشوف هنا السقوط هل تمركز الحكم قريب. شوف هنا اثناء سقوط اللاعب منتخب قطر ولها اعاده بطيء. تمركز الحكم مهدي قاسم روعه في الموقف هذا. سقوط لاعب قطر بنشوف ليه سقط، هل في ركله جزاء، هل في اعاقه، هل في تحايل ببلال، لان نتكلم عن اشياء كثيره في القانون. انا وجهه نظري لا يوجد ركله جزاء ولا يوجد تحايل، اللاعب اندفع من اندفاعه تعثر وطاح. انا بالله ونواف التحايل لا وش تحايل كان مفروض يعني وزيد تحايل واضح وصريح، والحكم وينه ما كان متمركز، لو كان متمركز صح ممكن يعطي قرار تحايل افضل وهو متاكد، فبالتالي ترك افضل له الترك. نكون يعني صريحين، صوت اللي مش تحايل ابو زيد سم ابو نواف نعم تفضل. ابيك تشوف لي لحظه سقوط لاعب منتخب قطر. حلو، شلون سقط؟ اوكي تفضل. في لقطه واضحه. اوكي في لقطه واضحه. اوكي مشي. اوكي مشي مشي بس ايوه استب واستب استب واستب مشي. ايه مشي مشي اوكي روح مشي روح. اوكي اذا في مخالفه كان ما في مخالفه. خليني اتكلم زين. نرجع نزوله ارجع انا ارجع نزوله بالرجل اليسار ها اختل توازنه وطاح. اقسم بالله مهاجم. اوكي خلصنا خلصنا ماشي. اقسم بالله مهاجم خلص لا تقسم والله مهاجم لاعب خطوتين. ايه شوف شوف لحظه شوف 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 الريوله شلون اختلت اختلت. وش التحايل؟ هو هو منه هو هو كلاعب خطوتين ثلاث وطاح الحكم كذي يعني لا يا اختلال الرجل زين. انا اشوف اجزم ان هناك اكيد في حفره في المكان هذه. اجزم ما انا شو اقول لك؟ عارف ليش؟ لحظه عنده فرصه يجيب جول ليش طار؟ لا 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 لحظه الكره عنده شوف لحظه يا ابو فهد ابو فهد انا ايش قلت؟ بليز لو سمحت لما واحد يتكلم الكل يسكت. صوتي ما يعجبك. لا اله الا الله. شوف الكره عنده يقدر يحط جول طار اصلا. لا لا خليك من الكوره عنده. ابو نواف ابو زيد ابيكم بس تشوف. انا ترى اقول لك احساس لاعب طبعا. شوف شوف الرجل اليسار لما انزلت على الارض افترت. اي والله افترت رجله نعم. ايوه شوف ترى غير يعني النزول هذه ولا بيكمل. لا في احتكاك صحيح. زين ما في احتكاك من لاعب ما في شيء، لكن هو انه متحايل مستحيل تدير رجله انزلت الكرة عنده انكسرت كأنه مكسورة. لا لا ما طاح بيحيي جول. أنا أقول لك أجزم أن هناك حفرة غصب عنه بيحيي جول. كرة عنده هاي مشي 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 جول. نشوف ردة فعل المهاجم. كرة عنده المهاجم خلينا نتكلم يا رجل يا أخي روح معاك نحن في ايش فيك أنت يا رجل؟ يا شباب اهدى خلاص أنت تكلمت عطى فرصة. والدليل احتج والدليل اللاعب احتج بغير ركلة الجزاء يا بدر يا عمي طاح اللاعب احتج يا ابو ركلة الجزاء ما عليك انت من لعيبه. لا اللاعب نفسه مو لاعب لاعب راحت عنا الكوره. خلينا نمشي خلينا نمشي راحت عنا الكوره. يطبرك الجزاء الدقيقه 32 و45 تسلل على اوزبكستان ابو ابو زيد يلا بسم الله خليه يخلص تفضل يا ابو زيد سوري. حنشوف الان ونشوف اللعبه ونشوف قرار المساعد الاول نشوف بسرعه يا ابو زيد عطني القرار يا ابو زيد. شوف الان التسلل واضح بس خلينا نشوف الان في 3 دي في 3 هو اللي حيعطينا على خط بالعكس ما في تسلل ما في تسلل اذا قرار خاطئ على المنتخب الاوزبكي ما في تسلل المساعد الاول اي علي مؤيد بالضبط انذار لاعب اوزبكستان رقم 9 دقيقه 39 ونواف نعم خلينا نشوف 39 انذار لاعب اوزبكستان رقم 39 انذار مستحق للتهور. خلينا نشوف العادة توضح لنا عشان نوضح بسرعة ابو نواف اعطني الجواب قد التهور انذار مستحق بس خلي العادة توضح المشاهد اوكي صحيح فيه تهور صح؟ تهور موجود نعم. دقيقة 55 خطأ على مهاجم قطر ماذا فعل مع من حارس المرمى أبو فهد؟ الدقيقة 55 عند السيطرة من قبل حارس السيطرة على الكرة صار تلاحم أطلق صافرة الحكم. في انطلاق صافرة الحكم يفترض يعطي إنذار للاعب قطر ولا وردة الفعل بالحارس. هذه اشتدي هذه الركلة لو كانت الكرة في اللعب ركلة جزاء الحارس بس لأن صفر الحكم وقف اللعب ردة الفعل غير مقبولة يفترض محاولة أو الضرب بيض الله وجهك الضرب محاولة أو ضرب بيض الله وجهك بس الكرة واقفة لو الكرة في اللعب ركلة الجزاء أنا معاك أنا هذا إنذار للاعب أنا قاعدين نشوف المباراة أقول حظ الحارس زين إن الحكم صفر والله يا أخي تعال حل البدانة أنت صراحة ما شاء الله عليك للأمانة يعني يمكن ما لا أنا ما جاوبت أنت اللي جاوبت لا لا تعرف القانون مش خلاص كمل زين هذه أبو بلال شوف لازم إنذار الحارس ولازم إنذار رقم 2 يعني كل واحد الحكم ما أعطى حد ما أعطى
راح على البينه يعني كذي وكذي، خطا على قطر جاء منه هدف اوزبكستان وزيد. حنشوف الخطا ونشوف تقدير الحكم هل فيه. خليك من تقدير الحكم، انا الحكم احتسب. اي انا انا عطني رايك. الحكم في دفع بالجسم والقرار الحكم صحيح. دفع بالجسم؟ نعم. من شلون؟ من شوفها الحين، شوف ايه اشرحها لي. شوف الان الكره وين رايحه، بس وقف شوف من اللي جاي الحين. ابراهيم ماجد. والكره وين رايحه؟ روح ناحية، روح مشي شوي للمهاجم. من اللي يندفع الحين؟ للمهاجم. المهاجم حيسيطر على الكره، في دفع بالجسم، بالتالي خلا 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 تروح يعني مشي مشي اللعبه. كان بيسيطر على الكره. كابتن عطني اللعبه من البدايه، ما خلها. ما في تنافس، ما في اي مجال للتنافس على الكره. اوكي، ما في تنافس، في دخول مهاجمه بالجسم، قرار الحكم صحيح. ابو نواف انا اشوف المخالفه غير موجوده، والمخالفه ضعيف، الخطا ضعيف. وخلينا نشوف العاده، خلينا نشوف العاده. ابو فهد اتحدى اي تصوير اي عاده يبين لنا في فاول. انا كمحلل على الهواء معك اتحدى، جيبوا لي كل اي لقطه تشوفونها تعجبكم جيبوها لي تثبت لي انه في فاول. اتحدى ليش؟ اتحدى طبعا. تحداني يعني؟ تحداني انا؟ اتحدى كمقدم واتحدى محللين. جيبوا لي لا لحظه، جيبوا لي انت قول رايك. رايي ما اقدر اترك جواب. تعرف ليش؟ ليش؟ ما يبين هل استخدام يده دي مورا؟ هل ما انا ك يعني يا جماعه وين تروح؟ تروح مع الحكم؟ لا ما اروح مع الحكم، تروح على قطر. حلوه دي. يعني انا ممكن اميل لشيء ابو نواف لسبب ان يده عطني ابو فهد انا اعطيه استمراريه اللعب فيها خلاص يعني ما فيها شيء. كوره من نفسها جسم الله. ابو نواف المخالفه غير موجوده. المخالفه غير موجوده. طيب نشوف الرجلين للعيبه، هل صار هناك احتكاك؟ تفضل كلام او لا؟ كلام جميل. عطني الصوره المقربه يا شباب، ما ابي انا كذي يا الله يهداك. اوكي اوكي اي عطني هذه اللعبه بس. والدليل اللاعب الابيض الاوزبكستاني خذ الجنب ترى، أيوة. بعد خذ الجنب بعد يعني خذ الجنب يعني ما خذ الجنب واقف وذاك مندفع موقف فيه مخال موجوده، وهو اللي احتك شوف عمل جنب وما في ما 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 يعني ما تشوف اللاعب العنابي او لاعب لابس العناب منتخب قطر سوى شيء مخالف. ابو يعني. زيد في احتكاك تحت موجود الرجل موجود احتكاك بالجسم من فوق. اها شوف الان اللاعب حيسيطر على الكوره، يعني من اللي دفعه؟ الكوره تسقطه؟ لا طبعا مستحيل. بلا اذا قفز تسقط. لا لا ما يسقط، ما يسقط، ما يسقط تسقطي. لا اذا يركض الكرة على صدره ما يطيح، ما يطيح الا بدفع. عموما عموما هذه كانت انت اختلفت عليها. هذه كانت فاول هدف سجل. نشوف عندك يا ابو زيد. نعم نشوف تنفيذ اللعبه. تنفيذ اللعبه عشان هذا التنفيذ صحيح والهدف صحيح 100%. هذا التنفيذ على طول مباشرة في المرة. هل هناك لمس يد على لاعب أوزبكستان داخل ال 18 وتحركات الحكم واعتراض من احتياط قطر وانذار لاعب قطر رقم 23؟ نشوف من عنده. في النهاية كنا جاوبنا عليها. إيه بتعرف بس الحين يبناها نشرحها بشكل. الحين عندي أنا. خلاص دقيقة بس. هنشوف. عطني اللعبة، عطني اللعبة، عطني اللعبة. أيوة لا لا عطني اللعبة يا كابتن، عطني اللعبة أن من البداية. أيوة أبو نواف. نعم طلع من الأرض. ركلة جزاء. ركلة جزاء نعم. أبو فهد قلنا لك ركلة جزاء، تبي تفصيل بفصلك. لا أي خليك خليك. شو ركلة جزاء تعمد لعب الكرة باليد، الكرة كانت مرتفعة، اليد كانت غير طبيعية. سكتك وما سكت ابو زيد قاعد يشرح. باجيك انا باجيك يا اخي انت شرارة علي. انا باجيك باجيك والله ما قلت شيء. باجيك ارجع ارجع باللعبة هاي، ارجع باللعبة هاي، ارجع باللعبة هاي، ارجع باللعبة هاي. ابو فهد طول عمر الله يرحمه والديك، خليني اشرح هذه نص دقيقة. اكو الحين اقول زين لاعب قطر. يا الله لاعب قطر هي الكرة. لاعب المنتخب الاوزبكي ليش انا اقول ركلة جزاء؟ لسبب. لحظة في احداث قاعده تصير يا خبير لك الجزاء عقب الاحداث. اي اي ما عليه ما عليه ما عليه ما عليه. ابو فهد ابو فهد يا كابتن يا اخي مش بلا. يا كابتن انتبه بليز، الرجال قاعد يتكلم عن اللعبه، انت قاعد تعطيه اللاعب يطيح الاحداث. يا اخي اعطوني ركله جزاء يا اخي، تعطوني الهوشه وما هوشه. ناخذ ركله الجزاء لو سمحت يا كابتن. انا ركله جزاء. اعطي ابو فهد اللي يبي ركله جزاء. بدايتها انا لو تلاحظ اللاعب لاعب منتخب الاوزبكي ورا لاعب قطر، اليدين من الاساس مرتفعه اوكي، لكن بعدين ايش سوى؟ تعمد قطع الكره باليمين، ضربها
بكلمة العام ضربها باليد. شوفوا انتوا هنا من البداية ركزوا على يده واقف الشكل، كملوا كملوا يسوى، ركزوا على اليد، ركزوا على اليد، نزلها اليسار وضربها، ضرب على الكرة. هذه يسمونها في القانون الكرة اليد بحذاء الكرة، وتحولت من طبيعية إلى غير طبيعية. لما أنا أضرب الكرة بيدي معناته أنا هدي بالكرة، شايفة ويدي راحت الكرة مش الكرة جت اليدي. فهمت كلامي شرحي؟ فركلة جزاء يفترض من الحكم مجدي قاسم يصفها. ركلة جزاء لأن الكرة عطني عطني التفسير القانوني. وضع اليد غير طبيعي وتعمد لعب الكرة باليد، اليد بحت على الكرة، كل الأمور موجودة. هاند بول اللاعب القطري لعب الكرة عشان يلعبها على فوق، شوف طلع الحين لعبها باليمين، مشي مشي مشي، شوف ضرب الكرة ما خلتها تروح ورا، ضربها قدام. عطني عطني الصورة الرئيسية، عطني الصورة الرئيسية. مودا يقول لك دائما الفترة الأخيرة بعد التعديلات يقول لك في حكام لحد الآن ما شربوا اللي هو هل اليد طبيعية أو غير طبيعية. عطني اللعبة يا كابتن، اللعبة الله يحفظك يا كابتن. بتناقض كلام أبي اللعبة. أيوة الرئيسية، خليك معي أرجع شوي. ها تفضل. أوكي 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 أوكي. أولاً تمركز الحكم صح؟ مثالي ممتاز ممتاز. ويشوف اللعبة صح؟ ايه. طبعا قدام عينه. هذه ما أدري وين. شيلها شيلها عقب حط السهم. كلير. هاي حط السهم. بو نواف تمركز صح؟ مثالي أفضل. بو فهد أفضل تمركز. بو زيد تمركز متميز. أوكي أنتوا كلكم تقولون ركلة جزاء. نعم. مشي اللعب مشي اللعب. عطني الأحداث اللي بعد، إيش اللي صار؟ اعترض لاعب قطر 23. أوكي. وبعدين صار فيه محاولة دخول من لاعبين الفريق الأوزبكي على أساس الضغط على الحكم. أوكي. شوف الحين هل في ركل؟ نعم في ركل له من اللاعب. ارجع شوي. ارجع شوي. بس ما شاف الحكم ولا المساعد. ارجع شوي. اللاعب شوف الحين هو حاول مشي. يعني. إيه بس هني. مشي مشي. أبي أشوف الركل أنا. شوفه من اللاعب اللي ورا البر أظن. في تباسا لويس مارتن وفي حسن الهدوس. في لويس 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 شوف رجل لويس، شوف من هنا شوف لويس لويس ركله من خلف الحكم. ليش مو فلان ان تحركاته غلط؟ ارجع لورا، خل وجهك اللعيبه وارجع لورا، مو تمشي تضيم ضارك. يعني انت كحكم دولي يا اخي ارجع لورا وخلهم قدام عيونك. مالي مالي. لا لا لازم يتعلموا. في في ركله جزاء لم تحتسب لقطر في دقيقه 66. لا يصير ابو لال اوكي يا مهدي حطهم وجهك وارجع لورا وخلي انذار في يدك مهند عشان تحصرها بينك، لكن تعطيهم ضارك وتمشي ممكن يبقصون يضربون يقولوا عليه بالقسم الثاني. انت ما تشوفه المساعد مو شرط يساعدني مساعد بعيد. هذه نصيحه المهدي اللي بحبك. احتجاجات أحبك مدرب قطر على الحكم بعد المباراه. عطنا نزل يتناقش معه. اوكي هذا يقول ان فيه اكيد مش من حق المدرب اصلا. نعم كان مفروض المدرب ما يذا، لكن اذا كان نقاش ودي ممكن الحكم ما يكون. تمام هاي انتهت المباراه. ناخذ الاحصاءات ناخذ الاحصاءات. 27 26. مباراة صعبة طبعا. صعبة جدا. اي بو نواف الحكم 7.4 والمساعدين 8.5 8.5. 8.5 8.5. نعم. بو زيد الحكم 7.4 المساعد الاول 8 لانه ممكن يساعد الحكم. عطني عطني بو زيد بسرعة ما عندي وقت. 8.5 انا عشان اعلمك ليش اعطيته الدرجة. بسرعة بو زيد خلاص بس اعطيته. فهد المباراة صعبة الحكم اعطيه 7 فقط. اوكي المساعد الاول 8 والمساعد الثاني 8. نطلع فاصل سريع ثم نعود.